قبل 30 عاما كان العراقيون يعتمدون بشكل مطلق على البطاقة التموينية أو كما يصفونها بالملاذ الآمن الذي أبعدهم عن شبح المجاعة عقب الحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عام 1991. أما اليوم ومع اضطرار ثلث العراقيين الاقتراض ليأكلوا وفقا للأمم المتحدة فقد نهشت سطوة الأحزاب أغلب مفردات البطاقة التموينية بعد أن تصدرت وزارة التجارة المراتب الأولى بملفات الفساد والعقود المشبوهة والصفقات الوهمية، إضافة إلى احتكار مجموعة من الشركات التابعة لجهات سياسية تجهيز البطاقة التموينية بحسب لجان تحقيقية، وهو ما كان السبب الأبرز لضياع المعايير والبرامج الاقتصادية السابقة وسرقة مئات ملايين الدولارات من خزينة الدولة دون عقاب أو محاسبة. وفي مقابل غياب أبرز المواد الرئيسة كالطحين والرز والزيت والسكر عن البطاقة التموينية واستمرار تداعيات قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية الارتفاع بمستويات قياسية في أسواق العراق الذي يربو عدد الفقراء فيه على 10 ملايين، وهو ما فجر غضب الشارع. ثلاثة أمور وهي تخفيض سعر الدولار وإطلاق مفردات البطاقة التموينية وخفض الأسعار المواد الغذائية، لأن هذا يضر على المواطن مضارة كبيرة وخاصة على الدخل المحدود، الناس فقراء ومائته والناس تعبانة حاليا، فالمواطن اللي ما يقدر على قوة نفسه وعلى قوة يومه يعني منين يجيب؟ ومع بدء الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يفضح أول اختبار عز وزارة التجارة عن وضع خطط لمواجهة الأزمات، فتصريحاتها مطلع شهر آذار الحالي بشأن عدم وجود شح في المواد الغذائية داخل مخازنها يقابلها تفنيد من قبل مسؤولين حكوميين من داخل الوزارة نفسها، إضافة إلى تأكيد مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية التي قالت إن الخزين الغذائي يكفي لشهر واحد فقط، وهو ما يثير القلق من دخول العراق في مرحلة غياب الأمن الغذائي الذي سيدفع ضريبته المواطن البسيط.